السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رودينا زين. كما كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكة ديال التفاح. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، ابقوا معايا. إمازيغن، السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة رودينا زين. تمني خاطري مرة مليح ان شاء الله، يجن صحة صبحات. ما مش تورم دي فيديو يجن بو سكوتشوني غيجن قاطو اذنكس التفاح قيمتها كيدي تبعم كيدي فيديو حتى رانكا. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في الطريقة والمقادير، يعني نبدا في الطريقة ومنها غنبقى نقول على المقادير. بسم الله. دانيتا غنبدا هنا عندي 4 ديال التفاحات من حجم المتوسط، قطعتهم هكا طريفات صغار. دانيتا غاري 4 حبة التفاح، قسختهم وضع مزيان داز ذاب ويمثكر. دانيتا غادي نضيف عليه واحد الساشي ديال الفاني ديال 8 غرام. دانيتا خاصاني خيجني فاني وغادي نضيف شويه ديال القرفه. دابا خاصها عندنا شويه ديال القرفه انا كيعجبني المذاق ديال القرفه وحتى الريحه ديالو، داكشي علاش درت شويه هكا وماشي معلقه هكاك. صافي ونخلط حتى نخلط. صافي انا خلطتو هكا، دابا غادي نحطو جانبان وندوزو نخلطو الكيكه ديالنا. بالنسبه للمقادير عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، 4 متجارين ذوي 4 متجارين، غادي نضيف عليهم هاد الفاني، خاصني ثاني غير الفاني، ونضيف السكر. دائما انا السكر ما كنكثرش بزاف، الا درته بمعلقه غديروا العبار ديال 5 ديال المعلقات. انا هنا عندي 5 ديال المعالق كبار. المهم نتوما على حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو السكر بزاف وكاين اللي كيعجبو يكون عادي. انا كندير دائما الكاس ما عامرش، يعني حتى مش تورم الكاس ويعمر عشان السكر. 5 طغنجاين السكر ولي خصنا ديك ربعايا لي شاف بدي غنخلطو. المهم غادي نبدا نخلط هاد البيض مع السكر والفاني ونرجع معكم. المهم هنا خلطت مزيان البيض مع السكر حتى كيرجع ليا بحال هكا شكل كريمي شي شويه وصافي. انت مش تورا مخلطه في المجاري لي مليح دور شويه شكل الكريمه. دابا غادي نكمل، غادي نضيف الكاس ديال الزيت، غير كاس من الزفت، ندير شويه بشويه كنخلط. كاس ديال الحليب، هنا الكاس ديال الحليب نسيت نقول لكم الكاس ديال الحليب يكون الحجم كبير، يعني الكاس كبير. غادي تر كاس وشفايا غير شفاي كاس ديال المقرب. وبالنسبه للزيت نفس العبار اللي درت بالسكر، زجتني كير انا شتي غير كرون سكر غير كرون زجت كيف كيف. هنا غنزيد شويه ديال الخل باش تي الكيكه ديالنا هشيشه، شويه نرخش. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق الكاس اللي عبرت به السكر هو اللي غادي نعبر به الدقيق، وغادي نعبر معكم حيت ما عارفاش حتى انا شحال غتاخذ ليا ديال الكيسان، حيت مولفه كنديرو صافي ما كنعبرش بالكاس. المهم غنعبر معكم بالكيسان باش نعطيكم القياس نيشان. صافي دانيتا الكغان كنت كغان شويه شويه تركاسه غنغزر شحال هذا وين الكيسان. المهم ها الكاسه مزوعه، داني غير الكاس. هذا الكاس الثاني كما كتشوفوا راني كنعمروه مزيان، الكاس وسنايين مع هذا الكيسان ديال الدقيق. غادي نضيف هذه الخميره ديال الحلويات 15 غرام، خاصاني
خميره الحلويات نبدا نخلط ونشوف شحال غيخصني ديال الدقيق ونبقى نضيف شويه بشويه. هذا الكاس الثالث اللي غادي نضيف، لو كنت درت من قبل جوج وهذا الثالث كنبقى نضيف شويه بشويه. وني تركا سويس ثلاثه يعني الخوك غير ثلاثه كيسان وان. من بعد هذا هي ثنايتي غنجاين تم قرانين وذايد بين نشادي فيديو التليفوتو غيبد نشو صاري غبوربار بدا توقيع هي شي مرات تايت بداي التليفو نشد غير يقي تصوى تفخ لقطاني وتصواشه. المهم الاخوات هنا غادي بعد ما كتضيفوا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق غادي تضيفوا جوج معالق كبار ديال الدقيق، حيت هنا انا زدت جوج معالق في الاخر ولكن الفيديو كان واقف، التليفون كان واقف ما كيصورش، انا كيسحب لي راه كيصور ولكن لقيت اللقطه ما تصورتش. المهم كتضيفوا جوج معالق في الاخر. صافي هنا كناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيكه كندهنو بالزبده وكنصب فيه الخليط يعني تمشي ورا الهنه المول اللي غادي كاطو بس الزبده تقغدايس الخليط ني مره. صافي خاصني التفاح ني دبجنا، دابا غادي نجيب التفاح ونبقى نشكل به هذا الشكل هذا ندورو. هانتوما كيفاش جات، دابا غادي ندخلها للفران ان شاء الله غطيب ونرجع معكم. النتيجه النهائيه هانتوما كتشوفوا خرجتها من الفران باقي سخونه، هانتوما كيفاش جات. المهم غادي نقلبها في شي طبسيل غنخليها حتى تبرد ندير فوق منها السكر كلاصي. المهم هاد الجو غادي يصمد تقبا غيكيش الطبسيل الجو غادي يصمد خاصني ندير شويه السكر كلاصي. كتزينو صافي، نتوما تقدروا تزينوها باللي بغيتو، تقدروا تستعملوا الكوفيتير. كمان السكر كلاصي يعني غتكمل الكونفيتير تيشات لا مع الكونفيتير تيش لا مع التفاح ني ولا داشتي تصبحوا ديجن ديكور لا سبحان ني غتكمل موس السكر كلاصي.